السلام عليكم. وكالة ناسا شكت صورة لسديم بيشبه سديم ملك الوحوش. بس في الأول ما تنسوش تشوف المصادر تحت في الديسكريبشن، ويا ريت ما تنسوش الدعم. تم التقاط الصورة دي عن طريق تلسكوب اسمه سبيتزر، وده تابع برضه لوكالة ناسا، وهو عبارة عن نقط ساطعة زي العيون الثاقبة كده، غالبا ما يشار ليه بملك الوحوش. إن غودزيلا كان موضوع لأطول فيلم امتياز في العالم منذ ظهوره على شاشات السينما سنة 1954. السديم اللي تم تحديده في كوكبة القوس في الكرة السماوية الجنوبي، نقط بألوان متغيرة تمثل أطوال موجية مختلفة من ضوء الأشعة تحت الحمراء. السديم ده عبارة عن سحابة ضخمة من الغبار والغاز تحتل فراغ بين النجوم، وبتعمل على تجميع النجوم الجديدة. شارك الصورة دي مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، ده بيديره معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. بيقع السديم في كوكبة القوس على طول مستوى مجرتنا درب التبانة، اللي كانت جزء من المسح المجري للأشعة تحت الحمراء فوق المستوى المتوسط. بس وشكرا، خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. السلام عليكم.